قصة رجل فقير يعمل في وظيفة يعني دنيا قليلة جدا من الوظائف الدنيا، وهذا الإنسان راتبه بالكاد يكفيه على حساباتنا ربما يصل إلى 100 ريال ربما، ولديه 8 عيال، فحياته يعني في فقر. هذا الإنسان ورث أرضا من أهله من أبيه أو لم يفصل، فبعد مضي زمن جاء إنسان ليشتري تلك الأرض بعينها، الله سبحانه وتعالى ساق ذلك الثري ليشتري تلك الأرض بعينها كما في قصة بقرة بني إسرائيل، فاتفق على السعر المناسب لتلك الأرض. فجاء الثري بعدما أرسل الرسل والمندوبين لمقابلة صاحب الأرض، كان ثريا ذا ثراء عظيم يعني، فاتفقوا على السعر. ثم جاء الثري فأصدر شيكا بنصف المبلغ وأعطاه للفقير، نظر الفقير إلى ذلك المبلغ، مبلغ خيالي جدا يعني بالنسبة لذلك الفقير، يوصله إلى الثراء الفاحش. فنظر الفقير إلى ذلك المبلغ في الشيك فتعجب، قال: الاتفاق بيننا على كذا وكذا. قال: نعم، أعطيك النصف الآن، وبعد التنازل في الأوقاف اللي هذه الأرض بهذه الأرض أعطيك نصف الثاني نصف الآخر. فتعجب الفقير، قال: ولما أتنازل في الأوقاف وأنا قد بعتك هذه الأرض؟ فقال: إنني أريد أن أجعل هذه الأرض أو أبني عليها جامع، المنطقة بأسرها لا يوجد فيها المسجد، فقال: أريد أن أبني جامع في هذه الأرض. فما يعني ما دفع ذلك الشاب أو الرجل إلى لأمر عظيم، ربما لن نصل إلى تلك المرتبة. فقال: هذه الأرض سوف يبنى فيها بيت لله سبحانه وتعالى؟ قال له: نعم. قال: إنني لأستحي أن أخذ على الله أموالا. فبادر بتمزيق ذلك الشيك، فقال: إنني جعلت هذه الأرض لله سبحانه. فقير معدم، ولكن عندما تبلغ الأنفس إلى درجة اليقين وأن ما عند الله خير وأبقى، تضحي بكل شيء، لا تناقش لماذا، هذه لماذا بيننا نحن العبيد بين فلان وفلان، لكن عندما تكون المسألة بين الخالق والمخلوق لا تقل لماذا، قل متى، لأن وعد الله قريب والله ينجز وعده، وما عند الله خير وأبقى. فلذلك ذلك الشاب أو ذلك الفقير ضحى بذلك المبلغ، نظير أن يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطا، وهذا تبرع بأرض بأكملها لبيت الله سبحانه وتعالى، فالله لابد أن يعوضه في الدنيا أو في الآخرة.